والحمد لله كان عندنا الشرف ديال افتتاح النسخه الخامسه من معرض سكن اكسبو. هذا المعرض اللي كيكون فيه التقائيه بين جميع المتدخلين واستراتيجيات الوطنيه والقطاعيه، وكذلك التقائيه ولقاء مع المواطن السلوي والجهوي، وكذا اي مواطن اليوم بغى يشوف قطاع السكن الجديد في المنتوجات. هذا المنتوج اللي كيكون بين منتوج ذوي الدخل المحدود اجتماعي من فئة المتوسطة أو من فئة العالية. الحمد لله اليوم كاينه فكرة على القطاع لمدينة سلا.